عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.